جدد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة في سوريا، وقال إن على القوى الراغبة في إحلال السلام في هذا البلد الجلوس إلى طاولة الحوار والتوافق على مستقبل سوريا ونظامها السياسي. وشدد ميدفيديف في مقابلة مع التلفزيون الصيني على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وعدم السماح بتفككها إلى كيانات إرهابية. وبيّن ميدفيديف أن الحوار السياسي بشأن الأزمة في سوريا يجب أن لا يمس مستقبل الرئيس السوري، وقال إن الرئيس بشار الأسد رئيس شرعي وعلى رأس عمله ويجب أن يشارك في هذه العملية. وأكد ميدفيديف أن هناك جدلا ساخنا تخوضه روسيا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول الفصل بين ما يسمى المعارضة المعتدلة والإرهابيين في سوريا، مشيرا إلى أن هذه المسألة هي ما يعيق التوصل إلى تسوية للأزمة في هذا البلد.